النقطة الأخيرة اللي نتوقف عندها في هذه المتابعة الإخبارية هي ما نشرته جريدة اليوم السابع، مرتبطة يمكن بالنقطة اللي كنا بنتحدث عنها، فكرة نشر الفوضى، هذا المخطط للعب على أكثر من وتر والهدف واحد في النهاية هو فكرة القلاقل ونشر الفوضى. اليوم السابع نشرت تفاصيل اجتماع أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في إحدى العواصم العالمية بهدف عرقلة تنفيذ الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وإحداث حالة من الفوضى والإثارة في الشارع. بحسب الجريدة اتفقت هذه العناصر الإرهابية على تنفيذ 4 خطط منقسمة إلى اقتصادية، ميدانية، سوشيال ميديا ووسائل إعلام، وتحركات خارجية. هذه الخطة تضمنت تكليف أعضاء التنظيم بجمع أكبر كمية من الدولار بأي سعر من الكميات التي سيطرحها البنك المركزي، إضافة لتوجيه الشركات والكيانات الاقتصادية التابعة للتنظيم بشراء سندات للبنك وجميع البنوك التي ستطرح الدولار، واستمرار سحب كميات من سلعة السكر. وجاء في العنصر الثاني المرتبط بالخطة الميدانية انتشار العناصر التنفيذية لرصد جميع القضاة والإعلاميين والقادة العسكريين وقيادات الداخلية لبدء تنفيذ عمليات نوعية، مع استمرار تحريض سائقي التاكسي والميكروباص على الإضراب عن العمل وعن التزود بالوقود بالأسعار الجديدة. ربما تفاصيل أكثر أيضا مرتبطة بهذا، ولكن يعني أتوقف فيها مع الدكتور إيهاب يوسف الخبير في إدارة المخاطر الأمنية. دكتور إيهاب، يعني كيف تقرأ هذه العناصر الأربعة؟ أولا، هذا الاجتماع هو ليس الأول، ومن الواضح أنه ليس أو لن يكون الأخير، لكن أتحدث هنا عن التخطيط بهذه العناصر الأربعة التي تتضمن شق خارجي وثلاثة جوانب داخلية، منها ما يتعلق بالإعلام والسوشيال ميديا، ومنها ما يتعلق ب مرة أخرى الدولار وغيره. السوفرين، تحياتي لحضرتك والساده المشاهدين، وكلنا بنراقب الأحداث اللي بتحصل على المستوى المحلي والدولي في هذه المرحلة الحرجة جدا. مصر تهمنا عشان نبص على الأبعاد كلها ونشوف الناس بتخطط إيه اللي ممكن يحصل لها، وفي نفس الوقت إحنا كشعب ممكن نعمل إيه وإحنا بنتظاهر مع بعض عشان نعدي الأزمة دي. الاجتماع اللي حضرتك اتفضلت بيه ده الاجتماع الثاني اللي تم تسريبه، وده معناه من فترة بصحت على إن إحنا عندنا أجهزة شغاله على قدم الوثاق عشان تقدر حتى تقترب الاجتماعات السريه للتنظيم الارهابي خارج مصر. تحيه جدا للناس اللي بتشتغل بالمنظر ده، تحيه للرجاله اللي قادره تجيب المعلومات الدقيقه الداخليه عشان نقدر نبني عليها ونقول للعالم كله او نقول للناس بتوعنا اللي عايشين معانا في مصر ازاي نقدر نكافح ده، وازاي نقف نشوف الهدف بتاع الخصم ايه. الهدف بتاع الخصم ان هو يعجزنا اقتصاديا ويحبطنا معنويا ويحط حاجز نفسي بين الناس اللي بتحط نفسها خط المواجهه، سواء كنا بنتكلم على شرطه وقوات مسلحه واعلاميين وقضاه، وبيحاول يرهبهم عشان يقفوا عن القيام بعملهم، ولكن ما حدش بيقف عن القيام بعمله. حتى السيد القاضي اللي كان تم استهدافه امبارح طلع على السوشيال ميديا وطلع على وسائل الاعلام وقال ان هو هيكمل المسيره بتاعته، لان في النهايه كلنا عارفين ان احنا على خط المواجهه عشان مصر فين. اللي احنا لما نحلل الوضع الحالي يا فندم هتلاقي ان مصر طبعا بتمر بظروف اقتصاديه صعبه، في دعوات لحجز وهمي على اساس يوم 11. الاخوان عندهم مشكله ان هم بيتصارعوا على منصب المرشد العام للجماعه، سواء نتكلم على ابراهيم منير، عمرو دراج، او محمود عزت، وكل منهم بيحاول ان هو يكسب ثقه الجماعه الارهابيه في الخارج، وفي نفس الوقت يروج لنفسه كمرشد عام في المرحله دي، وكله قاعد ينتظر الانتخابات الامريكيه ايه اللي هيحصل فيها، وفي نفس الوقت بيقولوا طب احنا نكسب ارضيه في الشارع المصري. ولكن النهارده الشارع المصري بيتضافر مع الحكومه، بالرغم ان احنا بنعاني وعارفين ان احنا بنمر بظروف اقتصاديه صعبه، ولكن بنقف ونقول ده الامل بتاعنا ان احنا نقدر نعدي بيه. كل ما قيل في الاجتماع ده وارد ان هو يكون مخطط حقيقي ولازم نشتغل عليه، وانا بشكر حضرتك ان انت بتتناول ده في البرنامج بتاعك، لان احنا اضطرنا ان احنا نوعي المواطنين ونقول ايه اللي احنا محتاجين نعمله. اللي احنا محتاجين نعمله النهارده ان احنا نشتغل بجد، ان اللي عنده معلومه تفيد الامن لازم يديها لهم وفي اسرع وقت ممكن،
ان احنا كلنا نتضافر عشان نقدر نعدي الازمه اللي احنا فيها. عندنا ازمه، عندنا ازمه، ازاي نقدر نعديها؟ مش هنعديها غير لما نشتغل، ونشتغل كلنا باخلاص عشان 3 سنين. طيب انا عايزه اتوقف مع حضرتك، انا مش عارفه اطلعت على ما نشرته اليوم السابع تحديدا فيما يتعلق بقوائم خلينا نقول المطلوبين للاغتيالات، ويعني حضرتك كنت معانا خلال الفتره الماضيه في متابعه ملف الاغتيالات ولهذا العنوان الميادين المفتوحه. عايزة أتوقف مع حضرتك فكرة المستهدفين، ولدينا 4 مجموعات: القضاء، الإعلاميين، العسكريين، الداخلية، بما فيهم يعني قيادات في كل هذه المجالات. هي ليس جديدا هذا على التنظيمات الإرهابية، لكن الأسماء والمناصب هل فيها ما لفتك هذه المرة؟ اعتقد ان انا كنت مع حضرتك قريب وكنا بنتناول الموضوع ده، وكنا بنتكلم على حوادث الاغتيالات اللي حصلت، وقلنا انها مش الاخيره، واضفنا في القوائم من قبل ما هم يعلنوا ده السياسيين والاعلاميين. وانا اعتقد ان كل واحد في حد وصفه، وهو بيأدي دوره، وهو بيحط على خط المواجهه النهارده زيه زي الجندي اللي على الجبهه، واحنا كلنا عارفين ان احنا كلنا معرضين. اي حد بيتناول العمل العام وبيقعد يقول ايه الصح وايه الغلط وبيساند دولته في هذه المرحله قد يكون معرض لحاجه زي كده، انما احنا في النهايه لما وقفنا يوم 26/7 في الميدان، ولما وقفنا قبليها يوم 30/6 في الميدان، كلنا عارفين ان احنا ممكن نستهدف ساعتها، كان ممكن اي حد يزرع قنبله في الميدان وكنا كلنا هيحصل لنا حاجه. فزي ما وقفنا يوميها لازم نقف دلوقتي، واللي خلانا نعدي الازمه ساعتها ان احنا كلنا كنا مع بعض، واللي هيخلينا نعدي الازمه دي ان احنا نكون كلنا مع بعض. هم اضعف من يعني، خليني برضه عشان نطمن الساده المشاهدين، ما حدش يقلق دلوقتي، الارهاب موجود في اي حته في العالم، وهم اضعف من هم يعملوا عمليه كبيره في مصر في الوقت الحالي. طيب. واحنا شايفين فترة ربنا سبحانه وتعالى كل العمليات اللي كانت بتستهدف الفتره الاخيره كانت بتهوب بالفشل، ده من كرم ربنا سبحانه وتعالى علينا. انما الارهاب في حد ذاته وارد ان هو يحصل في اي حته في العالم مش بس في مصر. فاحنا مطلوب مننا دلوقتي ان احنا نجد في العمل، ويبقى عندنا يقظه وعندنا ترقب امني، يبقى احنا كلنا بنبص بعله الامنيه. طيب دكتور ايهاب، انا بس عشان المشاهد يكون متابع معنا، لان ربما انا اطلعت حضرتك اطلعت، لكن عندما يكون تحت عنوان القضاء النائب العام والمكتب الفني له عدد 17 قاضيا، ويعني مذكور اسم المستشارين المستهدفين، بالنسبة للعسكريين قائد المخابرات العسكرية، قائد المنطقة العسكرية المركزية، قائد الجيش الثاني، قائد المنطقة الجنوبية، الداخلية وزير الداخلية، رئيس قطاع الأمن الوطني، رئيس قطاع مصلحة السجون، مدير أمن القاهرة. بالنسبة للإعلاميين حددوا قائمة بـ10: الإعلامي عمرو أديب، أحمد موسى، خالد صلاح، لميس الحديدي، عبد الرحيم علي، حمدي رزق، الكاتب الصحفي ياسر رزق، النائب مصطفى بكري، أسماء مصطفى، والإعلامي ألبرت شفيق. هذه الاختيارات بعين خبير إدارة المخاطر الأمنية تدل على إيه يا دكتور إيهاب؟ خلينا برضه عشان نبقى واقعيين، المعلومات دي تم نشرها مش المؤكد انها تكون 100% صح، وفي نفس الوقت كل واحد في حضراتكم، كل واحد فينا بيعمل دوره وبيقف يقول الحقيقه بمفهومها الحقيقي ومسانده الدوله، هم مش عايزينه في المرحله دي. هو يهمهم ان الناس تخاف وتقعد في بيوتها، يهمهم ان الناس ما تشتغلش، يهمهم ان الناس تبتدي تحوش الدولار، يهمهم ان الناس تسحب البضاعه بتاعتها من السوق لما نسمع ان في ازمه سكر، ازمه رز، ازمه حاجات زي كده، نسحب عشان يحصل شورت في السوق، وبالتالي الناس تتضايق ويحصل مشاكل. فاحنا يعني المعلومات اللي حضرتك تفضلت بيها انا معاك انها منشوره، مش معنى كده انها موثقه او 100% مظبوطه، ولكن هؤلاء الاعلاميين وهؤلاء القضاء والسيد وزير الداخليه والسيد وزير الدفاع عارفين ان هم مستهدفين، وكل شخص بيقوم بدور وطني في هذه المرحله هو يعلم جيدا ان هو مستهدف من تنظيم ارهابي عشان يعوق عمليه التنميه وتحقيق الرساله. اللي احنا لازم نقوله للارهابيين ان احنا ما بنخافش، وفي نفس الوقت ان لو لا قدر الله حد فينا سقط هيطلع مثاله 1000 واحد هيعملوا نفس الشغل، لان احنا زي ما وقفنا في الميدان يوم 30/6 وقلنا الجماعه دي مش هتكمل، وهي كانت في الحكم واحنا كنا في الشارع، دي انت مش هتوقفينا عن مسيره التنميه، ومصر هتستمر ومصر هتعدي اللي هي فيه ان شاء الله. كان العنوان الحقيقه وما زال دكتور ايهاب انه لن تستطيع جماعه ان تهزم شعبا، خاصه ونحن نتحدث عن الشعب المصري. حفظ الله مصر وشعبها وجيشها. كنت معكم ريم وجدي، طابت أوقاتكم.